اتفضل يا استاذ خالد اتكلم. السلام عليكم، معاكم خالد رمضان. الشقه ديت في حلقه اكتوبر. احب اشكر الباشمهندس عبد الله على الشغل بتاع اللي هو عمله. هنشوف كده مع بعضنا نظام الامتدادات اللي هو عاملها، نظام الضغوطات بتاعت النور، اضاءات مختلفه على حسب النور اللي انت عايزه. وعامل هنا ضرفه زي النيش بالظبط، دي ديكور لو عايز احط حاجه فيه عملها برضه، كانت فكره جديده مش موجوده. نفس الكلام هنا، لو جه بصينا برضه وهو بيصور كده هنشوف ان في هنا سبوتات برضه موجوده في كل رف، يعتبر في سبوت محطوط. ده الدولاب، هنا مكان الميكرويف. هنا عملنا حاجه جديده، فكره جديده ليه برضه، معالق تتحط بالشكل ده تبقى ديكور. هنيجي هنا نشوف مع بعضينا، طبعا كل حاجه بتبقى هيدروليك عشان خاطر تبقى سهله الفتح والقفل. دي الصفايه، في برضو اتنين سبوت من جوه، طبعا الرسمه من بره 3D. هنشوف شريط الليد معاك، مدي اضاءه قويه جوه المطبخ.